كابتن مختار، مختار نجم الاهلي السابق. كابتن مختار مساء الخير. مساء الخير استاذ كابتن، اخبارك يا كابتن؟ كله كويس؟ الله يخليك، الحمد لله كله تمام بفضل الله. راي حضرتك في تجربه سواريش، وراي حضرتك في المدير الفني القادم والوضع الحالي للنادي الاهلي. والله انا يمكن اتكلمت في الحته ديت من يعني كام يوم كده، ان يعني الراجل دوت اكيد برضه يعني اتظلم شويه، ان هو جه واشتغل في النادي الاهلي وبعدين قعد فتره صغيره كان معاه الفرقه الطبيعيه والعاديه، وبعدين خدوا قرار ان الولاد الصغيره هم يلعبوا، اكيد ان الكلام دوت هو ما يتحسبش عليه، فده امر اكيد ان ده يعني غلط. لكن لما نيجي نشوف برضه يعني هذا المدرب ك يعني ال اسمه كاسم يعني اكيد ان هو، انا طبعا رايي يعني هو ان هو اقل من النادي الاهلي بكتير. النادي الاهلي محتاج يعني مدرب كبير قوي ويبقى عنده سي في عالي جدا عشان حتى الناس تتقبل هذا الامور، وده امر يعني كان مهم جدا. يعني اظن ان احنا لو تعاقدنا مع مدرب ثاني هيبقى بالشكل ده، لكن الراجل ده اكيد ان هو اسمه يعني مش كبير قوي، جه الظلم في فتره اشتغل فيها، لكن انا شايف ان هو يعني من وجهه نظري طبعا هو اقل بكثير جدا من النادي الاهلي، لكن الظلم لان الظروف اللي هو اشتغل فيها والفتره اللي هو اشتغلها والفرقه اللي اشتغل معاها مش هي دي فرقه النادي الاهلي الاساسيه، فاكيد ان الكلام دوت اكيد ان ده انا شايفه ان هو كبير شويه. كابتن مختار اتفضل. لكن هو يعني كقيمة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي لا أقل بكثير جدا جدا جدا. من وجهة نظر حضرتك الأهلي في احتياج لكم صفقة كابتن؟ الأهلي محتاج تدعيم قوي جدا 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 في خط الدفاع بتاعه، الأهلي محتاج تدعيم قوي جدا جدا في الحتة اللي قدام، الحتة الهجومية، يمكن الحتة نص الملعب هي اللي فيها يعني تقل شوي، بس كمان التقل دوت لما يكون اللعيبه بتاعته موجوده، لكن احنا فعلا محتاجين ان احنا ندعم تدعيم قوي جدا 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 في الحته الدفاعيه، محتاجين ندعم تدعيم قوي جدا جدا في الحته الهجوميه، وده امر مهم جدا. فعشان كده ممكن يبقى احنا محتاجين عده لعيبه، يعني الامور هتبقى صعبه جدا، لكن هو دوت اللي لازم. كابتن ممكن اسال حضرتك احنا محتاجين في الدفاع جنب مين وفي الهجوم جنب مين؟ يعني هو انا برضه بتكلم كلام عن سيف، لان طبعا انا مش هقول يعني احنا عندنا كان واضح ان احنا عندنا مشاكل جامده جدا جدا في الحته اللي في القلب، يعني عانينا منها معاناه شديده جدا جدا، والاهلي في الفتره اللي فاتت ديت يعني كان سهل جدا جدا اي فرقه تحط فيه اهداف. النادي الاهلي انهزم يعني في الماتشات اللي فاتت دي، او النتائج كانت نتائج سلبيه بشكل كبير جدا كده، انا شايفها من الاساس هي الحته الدفاعيه، اكيد ان دي كانت محتاجه يعني اكيد، عشان كده انا بقول ان هي محتاجه تدعيم قوي جدا جدا في كله، لان الامر كان فعلا صعب قوي 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 علينا. يعني انا مع احترامي طبعا الكابتن علي معلول في حاجه قيمه كبيره جدا جدا جدا، لكن الحته دي بقت مستباحه عندنا بشكل كبير قوي، احنا فعلا محتاجين ان احنا نتقل فيها بشكل واضح وظاهر عشان الامور تنضبط وترجع لطبيعتها. الحته اللي في القلب محتاجين تدعيم في الحته اللي في القلب قوي جدا. انا مش عارف يعني الحته اللي ناحيه اليمين اكيد هاني كويس، اللعيب اللي هو انصاب وعمل العمليه ده اسمه اكرم توفيق يا كابتن، اكرم لو رجع بس يرجع كاكرم، لان برضه لا اكرم عشان يرجع اكيد احنا مش عارفين حالته ايه ولا مستواه هيبقى ايه لحين، فالكلام دوت كمان محتاج اكيد محتاج تدعيم بشكل كويس. احنا فعلا محتاجين تدعيم قوي جدا جدا في الحته الدفاعيه في 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 اكثر من مركز، محتاجين تدعيم قوي جدا جدا في الحته الهجوميه في كل الحته الهجوميه.
من وجهة نظر حضرتك كابتن، الموسم القادم والانتقالات المدربين وملف المدربين في الفترة القادمة، هل المصري أفضل ولا الأجنبي؟ والله هي تتوقف على المستوى بتاعه والسي في بتاعه وخبرته، هو ده يعني. طب ما احنا بعد اذنك، احنا عندنا كام مدرب برتغالي؟ كلهم على لا اكتر، هم كلهم على مستوى واحد متفاوتين، والتفاوت بتاعه كبير جدا جدا. كذلك المدربين المصريين متفاوتين، عندنا مدربين على اعلى مستوى، وعندنا مدربين في الوسط، وعندنا مدربين لسه يعني اللي جاي اليوم هيبقى احسن. فده امر يعني مش مرتبط ان انت تجيب مدرب اجنبي وخلاص، لا، انت تجيب مدرب اجنبي يكون عنده خبره كبيره جدا جدا، ويعرف يتعامل مع فرقه كبيره في وعندها مشاكل كبيره جدا جدا، ومحتاج ان هو يطلعها بشكل قوي. والعكس صحيح، لو انت برضه كذلك المدرب المصري، في مدربين اجانب اكيد ان هم اقل بكثير جدا 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 من المستويات اللي احنا يعني بنطلبها، وده امر يعني شايفه انه واضح بشكل كبير جدا في الدوري المصري. هتكون موجود السنه الجايه في الدوري المصري يا كابتن ولا لسه؟ والله انا موجود في مصر الحمد لله. انت حضرتك موجود في مصر، ولكن هل هناك عروض ولا لسه؟ لا 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 لا، مفيش حاجه يا كابتن، مفيش حاجه. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن، يعني نتمنى لحضرتك كل التوفيق في القادم، وان شاء الله باذن الله نشوفك قريب. ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن مختار مختار، نجم النادي الاهلي السابق.